الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف مصدر في لجنة الطاقة النيابية أن الخطة التي وضعتها اللجنة لتطوير الغاز للوصول به إلى الاكتفاء الذاتي ستواجه معرقلات سياسية وفنية. وأوضحت المصادر أن وكلاء إيران في العراق سيعيقون تطوير إنتاج الغاز في البلاد لإبقاء العراق مستورداً أساسياً للغاز الإيراني، حيث يستورد العراق من إيران 50 مليون متر مكعب من الغاز، وتعتمد إيران في إيراداتها المالية على صادراتها الكبيرة إلى العراق، حيث بلغت تلك الإيرادات أكثر من 30 مليار دولار في السنة الماضية. أعلن مصرف الرافدين استمرار منح شقق بسمايا جنوب شرق بغداد في فروع المصرف المخصصة، وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن فروعه ما زالت متواصلة في ترويج معاملات الراغبين للحصول على شقق بسمايا، وأضاف إن عدة فروع تمنح الوحدات السكنية لبسمايا منها المستنصر والخلفاء والأمين والباب الشرقي والفردوس وحي الزهراء والقصر الأبيض والحي العربي. يشار إلى أن مشروع بسمايا تشوبه ملفات فساد كبيرة من محسوبيات ورشاوى في توزيع الشقق للمتنفذين والمقربين منهم. ارتفعت تحملات الدعم بالمغرب بنسبة 6.7% في آذار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تستقر في حدود 470 مليون دولار، ما يعني معدل إنجاز على مدى العام في حدود 34%. وتتوقع الحكومة صرف حوالي 1.370 مليار دولار على دعم السكر والدقيق وغاز الطهو في العام الحالي، بعدما بلغ حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن ذلك المبلغ كان قد قفز إلى 1.900 مليار دولار في عام 2019 حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة. اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن الموافقة على مشروع القانون المناوئ للمنظمة قد يهدد مصالح الولايات المتحدة في الخارج ويعرض حماية الأمريكيين والأصول الأمريكية للخطر. وبيّنت أوبك أن بعض أعضائها قد يواجهون غرامات في حال إقرار قانون مناوئ للمنظمة في الكونغرس الأمريكي وتوقيع الرئيس عليه، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا لشرح مساوئ مشروع القانون المناوئ لمنظمة أوبك. قالت هيئة الأسواق المالية في سويسرا إنها تدرس عقوبات محتملة ضد بنك كريدي سويس بعدما أعلن عن خسائر كبيرة مرتبطة بصندوق تحوط مقره الولايات المتحدة، وأضافت أنها ستطلب تدابير مختلفة للحد من المخاطر وتحقق في أوجه القصور المحتملة في إدارة المخاطر في بنك كريدي سويس وتعيين وكيلا خارجيا للنظر في المشكلة. وقبل أسبوعين أعلن البنك خسارة 4.7 مليار دولار نتيجة عدم قدرة صندوق إيركوز في الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلباته لتغطية المشتريات، ما تسبب في إجباره على بيع حيازته من الأسهم. شهد الذهب استقرارا في أسعاره ويتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة، وبهذا أضاف ارتفاعا بنسبة 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1783.90 دولار للأونصة. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.